مرحبا، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير من العايدين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، نشكر حكومتنا على المجهود الجبار اللي قامت فيه وعلى ما تحرص عليه من حفظ الأمن وسلامة المواطنين في الخارج ومنسوبي البعثات أيضا في الخارج. دام عزك يا وطن، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. أنتم بصحة وسلامة، كل عام وانتم بخير من العايدين. كل عام وانتم بخير من العايدين. سعيدين جدا جدا بوجودكم، الحمد لله. أبداً. سمو الوزير أرسل تحياته، وسعيد جدا جدا بوجودكم، وإن شاء الله يعني على ما يقولوا هذه تجربة وذكرى، إن شاء الله ما تتكرر بإذن الله.